احتفلت مجموعة كشافة ومرشدات دير اللاتين في ماركة الشمالية بعمان بتجديد وعدها الكشفي بقداس إلهي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن، حيث بيّن سيادته في عظة القداس أن صلاة الإيمان دائما مستجابة. كما دعا الأب خليل جعار كاهن الرعية الحاضرين إلى المحبة والتسامح مع الآخرين والالتزام بالصوم المقرون بالصلاة والتوبة لله تعالى. وشارك في القداس الأخوات الراهبات وقائد المجموعة جابي الدلو وعدد من قادة المجموعات الكشفية في الرعاية وحشد كبير من فعاليات الرعية وأبنائها. احنا اليوم أدينا الوعد الكشفي، الوعد هذا هو انطلاقة لـ 2019 بكل قادة وأفراد مجموعة كشافة ومرشدات دير اللاتين ماركة. هاي راح تكون الانطلاقة لسنة 2019 اللي عندنا نظرة واسعة بتأهيل القيادات وتفعيل كل النشاطات. بنشكر سيادة المطران على ترأسه هذا الاحتفال، وأكيد بنشكر أبونا خليل ونور سات. برضو بدنا نشكر قيادة المجموعة اللي قامت ودائما عم تتعب على أفرادنا، وشكرا للجميع.